بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية طيبة لكم أينما كنتم. مرحبا بكم معنا دائما عبر منصات دوري بلس، عبر التطبيق وعبر جوي تي في. يا لها من صورة عزيزي المشاهد، ويا لها من لقطة في هذه الأمسية الكبيرة. نحن في درة الملاعب ونحن في أجمل صورة بالإمكان أن يشاهدها الآن. دخول لاعبي النصر والهلال إلى أرضية استاد الملك فهد هنا في العاصمة السعودية الرياض. هذا مشهد عزيزي المشاهد في كرة القدم السعودية. نعم، هذا مشهد في درة الملاعب، ليلة عن ألف ليلة. هذه الصورة الآن اللي فيها اللونين الأصفر والأزرق، وهما طبعا قطبي كرة القدم في العاصمة السعودية. ما أجمل الصورة عزيزي المشاهد، وما أجمل المشهد، وهذا جمهور الشمس بهذه الصورة الآن، وكأنك في عز النهار. طبعا أتحدث طبعا هذا النجم جوميز لعب كثير، لعب دربيات كثيرة، لكنه يتفاجأ مثل ما تفاجأ الكل بأجواء دربي مختلف هذه المرة. دربي الرياض الكبير يعود مرة أخرى ويقترب مرة أخرى. جمال، ولا أعتقد أن هناك كلمات تصف هذه اللوحة. ينطلق للأمام في الجهة اليمنى، محاولة بالفعل من بتروس، وصلت إلى نور الدين مرابط، محاصر من الشهراني ومن علي البليهي، ويأتي بكرة للأمام خطيرة، لازالت للأمام والتسديدة لازالت قائمة. كرة، الله 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 الله، للأمام يأتي الإبعاد. النصر أخطار، النصر في الدقائق الأربع الأولى في أرضية ميدانه في مباراة البطولة، في مباراة الموسم، يريد أن يسجل هدف مبكر أول في المباراة. وتذكرون أيها السيدات والسادة مباراة الدور الأول، هذه الكرة الماضية اللي أبعدت، وأحمد موسى بعد ذلك، والكرة بالكعب من جانب جوليانو. أحمد موسى جاء بكرة جميلة وتأخر قليلا، فإن الهلال كذلك يكون في أفضل حالاته لأنه اللاعب الكبير الذي يسجل الأهداف. هذه خطيرة، هذه خطيرة. حمد الله، حمد الله، حمد الله الآن، والتسديدة القوية اللي كانت من جوليانو. كان مصابا، ما شارك في مباراة الأرجنتين والمغرب، انطلاقة لياسر الشهراني، هذه خطيرة تأتي الآن، والتسديدة القوية، قوية ولكنها بعيدة، قوية ولكنها بعيدة. ترقب كبير في الدربي الكبير، ضربة حرة مباشرة تلعب الآن وتبعد الآن. لا زالت المحاولة مستمرة، والكرة صارت سهلة في الكرة الماضية. ديربي لا يخضع للأرقام، لشاهدنا 100,000 حاضرة، ضربة حرة مباشرة ما نفذت بالطريقة الممتازة في الكرة الماضية، ولقب بذلك لسرعة الخيالية. والكرة تلعب الآن للأمام وتصل إلى رمي التماس، وبالتالي كرة هلالية في المكان السليم. الصافرة تأتي الآن، وفي لاعب اللي هو بيتروس يتألم، برازيلي يتألم، وقائد الهلال إدواردو في الكرة الماضية. مباراة التوتر طبعا، شوف وضع طبيعي، وضع طبيعي، يعني قبل اسبوعين تقريبا ما في حديث في الرياض الا عن ديربي الرياض الكبير، عن ديربي البطولة، عن مباراة الموسم. لاحظ الكرة الماضية هنا طبعا سالم الدوسري، هنا طبعا طبعا ما اعتقد فيها تعامل ابدا من جانب سالم الدوسري عندما سقط بيتروس بعد ذلك بالقدم. أصغر بسنتين زوران ماميتش، 46 سنة زوران ماميتش، بينما 48 سنة للبرتغالي. ويقولون طبعا في الحياة اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، فما بالك اللي أكبر منك بسنتين. هذا الرجل أكبر من زوران بسنتين بهدف لي هدفين. هنا انطلاقة الآن تأتي الآن للأمام خطيرة، فرصة لحمد الله في الكرة الماضية، وتصل إلى ضربة مرمى، تصل إلى ضربة ركنية، عفوا ضربة ركنية، ضربة ركنية. لولا المدافع حمد الله كان قريبا. حمد الله، حمد الله في المكان، ممكن يأتي بالعرضية، يأتي بالعرضية، ووصلت الآن لنور الدين مرابط.
نور الدين مرابط لاعب على لاعب ممكن يمر، ياتي بكره بالفعل، ابعاد في الكره الماضيه من كنو، والتسديده القويه القويه من عبد الله الخيبري. هذا الشاب الصغير، هذا الشاب الصغير، اي نعم، عبد الله الخيبري في الكره الماضيه. شوف محاولته ذكيه تماما، والحبسي كان يتفرج بالمناسبه، عينك 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 على الحبسي، الحبسي كان يناظر. سيقدم لنا هدفا وربما هدفين، ولا احد يعلم، ربما ثلاثه، كره من ضربه ركنيه براس الحظ ومرت بنا الجميع. لنور الدين مرابط ياتي بكره جميله، وياتي الابعاد من بوتيا، تدخل في المكان المناسب. عبد الرحمن العبيد، السلطان الغنام، احمد موسى، بتروس الخيبري، جوليانو، نور الدين مرابط، وحمد الله. هذه التشكيله النصراويه، وهذه كره، الله الله الله، خرافي خيالي، حمد الله لا يبالي، حمد الله لا يبالي، يجيبه يعني يجيبه، يجيبه يعني يجيبه، هدف للنصر في الديربي الكبير. النصر يشعلها، النصر يشعلها في المدرجات وفي الملعب. نعم نعم نعم، في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، مرابط مرابط جاب الأرضية، وحمد الله، حمد الله خيالي خرافي لا يبالي، ويسجل للمباراة السابعة على التوالي، للمباراة السابعة في هذه اللحظات. وهذا الإنذار لاحظ هنا طبعا الصورة، اللون الأصفر والمدرج الأصفر ومدرج الشمس، وهذا الجمهور اللي كلما غاب النصر عن البطولات كلما زادت جماهيره وزادت شعبيته، وهذه حالة نادرة كما ذكرت في كرة القدم، أن فريق يبتعد عن البطولات لكن جمهوره يتضاعف. وعلي الحبسي يناظر طبعا، أربع كروت صفراء في المباراة، كرة عالية خطيرة، جول جول، عاد الهلال، عاد الهلال، ما تأخر كثير، العودة في التوقيت المناسب من الزعيم. نعم يعود الهلال، ويا له من شوط ثاني، شوط ثاني مجنون، مجنون في بداياته، مجنون في هدف أول، مجنون في هدف التعادل. هذا البلاهي 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 البلاهي، آخر من لمس الكرة عالجها في شباك النصر، وكان التعادل، كان التعادل. شوف أضربت في رأس حمد الله، استقرت إلى زميله البلاهي. شوف عينك 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 على البلاهي، انطلق من الخلف ووجد الكرة أمام سهلة وسجلها، وأفرح الهلالية في المدرجات. مباراة مجنونة في الشوط الثاني، في الشوط الثاني مجنونة بكل ما فيها، الفرحة الأولى كانت نصراوية، الفرحة الآن للهلالية. وحكم المباراة سونيت شاكير، ولحظات الآن طبعا الجمهور الفريقين، النصراوي يقول يا رب يلغى الهدف، والهلالي يقول، والهلال الآن يفرح، الهدف الهلالي يحتسب، والقلوب الهلالية والحناجر الهلالية. الموسيقار فهد الهريفي، لكن عندنا محاولة في المكان السليم، ولا زالت عن طريق إدواردو، ولاحظ أن الهلال يتقدم الآن، الهلال يتقدم الآن، والكرة أمام جوميز، والمدافع، المدافع أبعدها. أنا قلت أن الهلال تأخر ثلاث مرات، وفي المرات الثلاث اللي تأخر فيها فاز في نهاية المطاف، تأخر أمام الفتح مرتين وفاز. والكرة فيها محاولة لكاريو البيروفي، يأتي بمحاولة للأمام، كرة خطيرة، فرصة لإدواردو،
على الهلال الآن. هذه اللعبة طبعا اللي كانت حاضرة وإدواردو بصورة ممتازة، لكن وليد عبد الله أيضا يقرأ على الأقل تكون عندي نقطة وأبقي فارق النقاط نقطتين. هذه كرة للأمام ومحاولة قائمة والكرة مرت من أمام نور الدين مرابط. أذكر أنه منذ الدقيقة 67 كرة من ضربة حرة مباشرة خط الله 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 أيضا من حمد الله أيضا من حمد الله. إيه والله لا يبالي لا يبالي لا يبالي حمد الله بقميص ماجد عبد الله في الكرة الماضية. كرة من جوليانو جوليانو عالية من ضربة الله 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 ياهو جنون ياهو جنون. برونو أوفيني برونو أوفيني أيضا بالراس ليلة الراس وليلة فرح النصراوية في مدرج الشمس. هدف خيالي آخر وارتقاء ارتقاء خيالي آخر من برونو أوفيني. شوف شوف الارتقاء شوف الارتقاء اللي سهل المهمة وعنها المعاناة وأدرك وأهدى النصر. النصر الآن هو المنتصر بهدف ثاني أيضا بالرأس. كل الأهداف بالرأس كل الأهداف حلوين. النصر مرة أخرى يعود لأن يتقدم وبرونو أوفيني أعتقد أغلى أهدافه. وياهي أجواء وياهي إثارة وكاريو البيروبي المنطلق السريع يأتي بكرة لسالم الدوسري في الكرة الماضية لازالت خطيرة. الله 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 الله, الله, الله. هذا لا يوصف هذا لا يوصف يا سالم هذا لا يوصف. بعض الأهداف لا توصف. هذا هدف من وحي الخيال هدف من وحي الخيال. بعض اللقطات لا توصف وهذا الهدف لا يوصف. إيه والله هذا الهدف من الآن خذها 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 خذها. هذا هدف ما تشوفه كثير في كرة القدم. كاريو عينك على سالم الدوسري عينك. كرة كانت ميتة هني كانت ميتة هنا هنا. أوه أوه. يا جماعة سالم الدوسري وكأنه مع واحد من أطفاله في حديقة منزله في حديقة منزله. يا للروعة يا للجمال. هدف يسجل ولاحظ أن الهلال يعود الهلال يعود عندما يسجل النصر. كل الأهداف الأربعة في الشوط الثاني كل الإثارة في الشوط الثاني لكن هذا الهدف هذا الهدف هذا المرور هذا هدف لا يوصف. هذا هدف تشوفه مرات ومرات. وأنا كنت أتكلم وأقول هو رجل المباراة في جانب الهلال وقد استحق الآن هذه الفرحة. الشوط الثاني طبعا زعلون الفريقين في الشوط الأول شوط أول مخيب للأمال لكن الشوط الثاني لا الشوط الثاني. سلامات 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 طبعا سلامات. أخذ الحماس احتفل بطريقة الخاصة والهلالية هنا يتعانقون وطبعا يحدث في المدرجات ما قبل الهدف. عينك 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 ما قبل الهدف وما بعد الهدف يحدث ما يحدث في المباراة المجنونة. ما عاد باقي كثير. كرة تلعب خطيرة أوه 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 لازالت كرة مستمرة للنصر عالية للنصر تبعد للهلال مرتدة للهلال من إدواردو. أوه على المرور آهن على المرور آهن على المرور آهن على الرشاقة رشاقة ما بعدها رشاقة. لاحظ الكرة الماضية والنصر كان قريبا والحبسي يضع خبرته خبرة السنوات في الكرة الماضية أبعدها وأبعد هدفا في الدقيقة 89 وبعد ذلك حمد الله. شوف 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 الكرات هذه الكرة
الكرة خطيرة للأمام والمحاولة القوية. الله 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 في الكرة الماضية مستمرة. الله 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 النصر للنصر، النصر للنصر في الرمق الأخير، النصر يفعلها، النصر يفوز، النصر للنصر. ياهو جنون، ياهو جنون في الوقت القاتل، ولسه النصراوي كان يقول ولسه ولسه ولسه. النصر لم يستسلم بعد، النصر لم يتعادل بعد، النصر يسجل، النصر يتقدم. وياهو دربي، ياهو دربي. شوف شوف الارتقاء. برونو أوفيني، برونو أوفيني صعبة على كل حراس المرمى في العالم. تجلى في ليلة، تجلى في ليلة عن ألف ليلة وليلة. هذا التجلي، هذا لما يقول لك متجلي، تجلى في ليلة عن ألف ليلة وسجل هدفين عن كل أهدافه في مسيرة الكروية. وبالتالي ابتسامة، ابتسامة وفرحة من الأعماق. لكن أقولها والمباراة ما انتهت، شكرا لكرة القدم السعودية، شكرا لدرب الرياض الكبير.